يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني غدا اجتماعه الخامس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر وقال المنسق العام للحوار الوطني ديار شوان إنه من المقرر في هذه الجلسة توافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية وكذلك اللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها ومن المقرر ايضا اعداد الملفات والموضوعات التي ستناقش في الجلسات القادمه للحوار وتحديد المواعيد المقرره لها